مخاوف تراود أهالي محافظة ديالى من التطعيم بلقاح فيروس كورونا لوجود عدة أسباب، منها فقدان الثقة باللقاح وألا يكون حقل تجارب حسب قولهم، فيما طلبوا بأن يكون المسؤولين أول من يأخذ اللقاح لزرع الثقة وحثهم على أخذ اللقاح. نخاف من اللقاح إلا يأخذ سنة أو سنتين نشوفه ينجح، يعني شلون التجربة العالم تأخذ البشر، كل الناس الموجودين بالكرة الأرضية يقومون يتعاطوه، من يأخذوه خلال 6 شهور سنة وتشوفه نجح، بعد ما ينصابون دول أخذوه نأخذه. إن لها مضاعفات وأضرار جانبية حسب يعني بعض الآراء الكثيرة التي طرحت في واستخدمت في دول كثيرة من العالم، ظهرت عليها أعراض جانبية، لكن أيضا في نفس الوقت المواطن العراقي اليوم يتطلع إلى أن يكون مطمئنا من أخذ هذه اللقاحات عندما يرى المسؤولين الكبار الذين يشرفون على الدولة والحكومة هم أول من يتعاطون هذا اللقاح. فيما أعلن الصحة ديالى عن فتح 20 مركز في عموم المحافظة سيتم من خلالها تطعيم الأهالي بلقاح الفيروس البريطاني، بعد أن تم إعطاء أكثر من 2000 جرعة من اللقاح الصيني للقوات الأمنية والكوادر الصحية وكبار السن. وصل اللقاح الإنجليزي بحدود 14,100 جرعة موزعة على 20 مركز صحي داخل المحافظة. نحث مواطنين الكرام التوجه لأخذ هذا اللقاح، وإحنا مثل ما قلنا سابقا هذا يزيد المناعة بنسبة 95%. مع وصول اللقاح إلى محافظة ديالى والإعلان عن بدء التلقيح، بدأت ثقة المواطن تتراجع في إمكانية أخذ اللقاح خوفا من الأعراض الجانبية أو أي تأثيرات مستقبلية على الصحة العامة، فكلما اقترب موعد التطعيم كان للخوف مكان. من محافظة ديالى حسن الشمري، التغيير الفضائي.